المطهرتشي كان أكثر شخص يخاف من الأطفال وشكل لهم رعبا مستداما عبر الأجيال والأزمان المتعاقبة. وطالما يتم تهديد الأطفال بالقول إذا ما تصير عاقل انصيح لك المطهرتشي، وهالمرة يطهرك طهور المنجل. وقد عرف المطهرتشي بأسماء متعددة، منها الازعرتي التي قيل أنها كلمة قديمة من أصول بابلية، ثم الختان وهي المهنة المشاعة بين أوساط اليهود والمسلمين في المدن العراقية على حد سواء. وشهدت بغداد القديمة عبر تاريخها الطويل طقوسا مختلفة لحفلات ختان الأولاد. فعند بلوغ الطفل سنتين أو أكثر يأخذه والده إلى الحلاق لقص شعره في أول عملية حلاقة، ثم يتم جمع الشعر المحلوق ويوضع في ميزان حساس كميزان الصايغ مثلا، ليتبرع الوالد بوزنه فلوس ورقية للفقراء. وقد لا يأخذ الحلاق أجرة الحلاقة حتى يصل الطفل سن الختان الذي يجري عادة بين السنة السابعة والعاشرة من العمر، وبعضهم يضطر لتطهير ولده بشكل مبكر لأسباب طبية. وأحسن وقت للختان هو فصل الربيع أو الصيف، حيث يكون الجو لطيفا مما يساعد على التئام الجرح بسرعة. وطالما كان الحلاق هو من يقوم بمهمة المطهرتشي، ولو أن هناك مطهرتشي متخصصون بهذه المهنة، لكن الحلاقين كانوا يؤدون الكثير من الأدوار كالمضمد وطبيب الأسنان والمطهرتشي وغيرها. وقبل ليلة من الطهور تقام حفلة الحنة المشابهة لليلة حنة العرس، والتي عادة ما يتم خلالها الهتاف المعروف الليلة حنته وباكر يطهرونه. قد يبقى الأقارب عند صاحب الدعوة عدة أيام يغنون ويأكلون ويشربون ويتسامرون على أسطح المنازل لحين حلول مصباح يوم الطهور. وتختلف الزفات باختلاف الإمكانات المادية، فبعض العوائل تكون زفت ختان أولادهم مشيا على الأقدام تتقدمهم الموسيقى البغدادية الشعبية. وقد تكون زفة خيالة، حيث يركب جميع المعزومون الخيول المزركشة وهم بملابس جديدة، وأمامهم الموسيقى واللعابات وأبو القطن والطبل والزمارة. وهناك من يختص بعمل وترقيص اللعابات التي يتم إعدادها لهذا الغرف. هسه بابا شو راح نسوي احنا؟ راح نسوي لعابة. تعرف ليش؟ هذه راح نستخدمها بالطهور يوم الخميس، جلاوي وسعودي وحمودي راح يطهرون، فراح نسوي لهم لعابه. زين؟ هاي اللعابه كلش ضروريه وليدي، لانه انت من طهرناك هم سووا لك واحده مثلها، وجابوك من الطرف زفه اللعابات وابو القطن وابو الطبل، نسوي لهم لعابه مثل ما سووا لك. زين؟ نرتبها. أما أبو القطن فهو شخص يشبه المهرج، يقوم بدهن جسمه بمادة لزجة ثم يلصقون عليه قطعا من القطن الأبيض والملون، ويلبس على رأسه كلاو من ورق الآبرو، ويقوم بحركات راقصة مضحكة.
وهناك جوقة الدمامات، وهم مجموعة من الشباب، أحدهم يربط على صدره النقارة وهي عبارة عن آلة مدورة تشبه طاسة العمالة، وجهها مرقوم بجلد الخروف المدبوغ وينقر عليها بعصاتين من الخيزران، يتجاوب معها ضاربو الطبول ليصير عزفا فلكلوريا جميلا. وقد تستخدم هذه الآلات في مناسبات متعددة، منها الأعراس وليالي رمضان ومراسم عاشوراء الحسينية أيضا. وفي العادة لا تتم عملية الختان لطفل واحد إلا في حالات نادرة، بل لا بد أن يكون معه أحد إخوانه أو أبناء عمومته، وإذا لم يكن له أقارب فيختن معه اثنان من أبناء المحل الفقراء، على أن يفصل ويخيط والد المختون لكل واحد منهم دجداشة مثل دجداشة ابنه، وإذا كانت الحفلة لختان طفلين يذبح معهما ديك ليكونوا ثلاثة، وإن كانوا أربعة يكون الديج خامسهم. والسبب هو أن البغادة كانوا يتشائمون من العدد الزوجي في الختان، ولا بد لهم من جعله فرديا حتى لا يتعارض الأولاد، أي يصيبهم أي عارض لا سامح الله. قبل كم يوم من الحفلة تبعث بطاقات الختان التي لا تختلف كثيرا عن بطاقات العرس، وهي بهذا الشكل، ويحضر الزعرتي الذي في الغالب يكون هو الحلاق نفسه الذي حلق شعر رأس الولد، مرتديا ملابسه التقليدية الشروال والشراوية، وبيده حقيبة الأدوات التي من بينها الموس، وهو نفس موس الحلاقة المستعمل لدى الحلاقين هذه الأيام. ثم تحضر صينية صغيرة تفرش عليها قطعة من الشاش، فوقها قليل من الدواء الذي هو عبارة عن مسحوق ورق الشوك الأخضر مع الشب والقهوة المقلية، حيث تدق المكونات جيدا وتسحن، ثم يضاف إليها نسبة ضئيلة من ملح الطعام للمساعدة بإيقاف النزف. على محمد وآل محمد، اللهم إن هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله، واتباع منا لك ولنبيك بمشيئتك وبإرادتك وقضائك، لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته وأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته بأمر أن تعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر، فإنك تعلم ولا نعلم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ومن أشهر الختانين في بغداد القديمة مهدي بوشناق ومبارك بن دمير والحاج حسين سلمان أبو خالص الذي ورث المهنة من أبيه، والحلاق حسن الخيص الذي يجاور محله اليوم مقهى علي النهر في محلة الفضل. يتم عملية الختان بعد أن يتهيأ أحد أقارب الوالد أو الأصدقاء للجلوس على المخدة التي تسمى التشي، ويجلس الولد أمامه ويمسكه مسكة قوية بحيث لا يمكن للولد أن يتحرك مهما أصابه من ألم، إذ لم يكن التخدير مشاعا في تلك الآونة كما هو الحال في أيامنا هذه. وقد تجري عملية ختان الأطفال فوق طاولة معدة لهذا الغرض تشبه سلية الطبيب. أما والدة الطفل فيعمد صديقاتها من الجوارين وقريباتها لأخذها إلى زاوية بعيدة من البيت، أملا بأن لا تسمع صوت طفلها وهو يبكي من الألم، وأول من يرعى الطفل المطهر هن الجدات الحبوبات اللواتي يبكين أيضا من الفرح وربما الحزن على فقد الأحباب الذين غابوا عن حفلة الفرح هذه.
كما يقف رجلان من الأقرباء أو الأصدقاء متقابلين وبيد كل واحد منهما طرف بشتمال واحد عن اليمين والثاني عن اليسار، ويحركان البشتمال أعلى وأسفل جلبا للتهوية، بينما يقف شخص ثالث وبيده قطعة من الحلوى حلقومة لوضعها بفم الولد إذا فتح فمه للصراخ من شدة الألم. ثم تعزف الموسيقى في هذه الأثناء عزفا سريعا، وبرمشة عين يكون الزعرتي قد أكمل عملية الختان، فينقل الولد إلى فراشه المعد له وتنهال عليه الهدايا. وعند موعد الغداء تكون العائلة قد أعدت طعاما مناسبا للمدعوين. ويبقى المطهر يزور الأطفال عدة مرات للتداوي وتغيير الضمادات، وقد يكون الأولاد حينها يلعبون بالضرب وهم يمسكون دشاديشهم البيضاء بهذا الشكل حتى يبان أنهم مطهرون. والختان اليوم لا يختلف عن ختان الأمس إلا في تطور أدوات المطهرتي وتغيير هندامه من الشروال إلى القاط والباينباغ ربطة العنق. أما عموميات الطقوس في المدن العراقية فبقيت كما هي تقريبا، لا سيما أبو المزيقة والأفراح والولائم التي ترافق هذه المناسبة المميزة. واليوم طهوره وباكر عرسه ونفرح بيه.